سامع تمام 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 تمام. طيب احنا كنا واقفين خدنا شابتر 10 كان بيتكلم على الابلكيشن لاير وشابتر 9 كان بيتكلم على الترانسبورت لاير وبعدين انقطعنا تمام. هناخد النهارده بقى شابتر 7 و6 و8 بيتكلموا عن نتورك لاير. شابتر 6 و7 و8 بيتكلموا عن نتورك لاير. تعالى كده نشوفهم مع بعض. الدكتور كنت عايز اقول حاجه في النظري ده. انا بدخل اشوف في بدخل في الدمب في الدمب يعني عشان احل تمام. بلاقي ايده بيحور يعني طبعا 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 مش اي حد يحل دمب تمام. الدمب ده خلينا نسيبه للاخر لان هو بيبقى حاطط الاسئله بناء ان انت مخلص الكورس بالكامل تمام. فخلينا نسيبه للاخر او يعني مثلا سيبني بس خلص السمستر الاولاني وبعدين ممكن نعمل ايه نص محاضره كده فيه نجري ايدينا فيه شويه تمام. اخليك تسخن فيه شويه كده واقول لك بيتعمل ازاي. انا جربت العمل اللي لقيته سهل. اما في النظر بحس انه كانه بيضحك عليا. ما هو للاسف احنا كمان عندنا الانجليش بتاعنا كلنا صيني مش انجليزي وهو بيحور في اللغه جامد قوي تمام. بيحور في تبقى فاهم السؤال بس مش دوت اللي هو عايزه فاهمني. يعني انت تبقى فاهم الدنيا وفاهم السؤال ومذاكر التوبكس 200 مره بس تيجي تحل الامتحان تحس ان انت ما انتش عارف حاجه تمام. ده طبيعي طبيعي خالص 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 ما تقلقش تمام. تعال ناخد النتورك لاير كده بيتكلم على ايه. انا قلت المشكله عندي. لا لا مشكله عند كل الناس اللي في بدايتها اول مره يخشوا امتحان دولي. انما في ناس اساتذه من غير ما يذاكر الكورس ممكن يخش الامتحان الدولي وينجح فيه. هو خد على كده يذاكر الدمب بس من غير حتى ما يذاكر الكورس واقول لك اذاكر الكورس بعدين. يعني انا اعرف واحد زميلي مره كان جاله فاوتشر 100% على كورس سي اتش يخش الامتحان سي اتش ومعاه فاوتشر 100% الامتحان لوحده ب 350 دولار فهو جاله فاوتشر 100% مجاني فور فري وكان هيخلص في شهر. راح مذاكر الدمب والدمب تعرف كام سؤال بحوالي 1500 سؤال حاجه كده يعني الدمب بتاع السي اتش مجرم يعني. فراح مذاكر الدمب من غير ما يذاكر الكورس وراح داخل الامتحان نجح في الامتحان هو كان حافظ الاسئله تقريبا وبعدين بعد ما خلص الامتحان وجات له الشهاده ذاكر الكورس. انت بس هو خبره في الامتحانات يعني هو دخل بتاع مثلا بتاع 15 امتحان مثلا ان ايه وان بي ومايكروسوفت فهو بالنسبه له الامتحانات دي هو عارف مشكلتها يعني الدمب بيحله ازاي. فخلينا بس يعني نمشي السمستر الاولاني وبعد ما نخلص نفتح الاسئله مع بعض كده ندردش فيها مع بعض حلو تمام. النتورك لاير بقى بتكلم انا عندي في النتورك لاير بتاعتي دي النتورك لاير هي موجوده فين؟ موجوده في المرحله الثالثه اهي اللي كنا واقفين عليها. احنا كنا خلصنا الابلكيشن وبعدين خدنا الترانسبورت والنتورك لاير موجوده هنا تمام. النتورك لاير بتخلي الاجهزه تكونكت مع بعضيها صح؟ بتخلي الجهاز بتاعك ده يكونكت مع الجهاز ده. الترانسبورت لاير بتخلي برنامج اكس موجود على الجهاز ده يكونكت مع برنامج واي موجود على الجهاز ده تمام. يبقى الترانسبورت لاير كانت بتخلي الابلكيشن تتكلم بعضها اما النتورك لاير بتخلي الديفايسز تتكلم بعضها. هو في فرق كبير جدا طبعا. يعني النتورك لاير بتخلي الاجهزه تتكلم بعضيها لان انا بحط فيها السورس اي بي والديستنيشن اي بي. اما الترانسبورت لاير كانت بتخلي البروسيس اللي موجوده على الاجهزه تتكلم بعضيها. الترانسبورت لاير بتعمل انكابسيوليشن عشان كده الترانسبورت لاير بتحط بقول عشان كده بيقولوا على الترانسبورت هوست تو هوست لا بيقولوا على الترانسبورت بروسيس تو بروسيس اما من هوست بروسيس من هوست تو هوست بيقولوا عليها على النتورك لاير على النتورك صح بروسيس تو بروسيس صح ماشي. طيب بتعمل ايه النتورك لاير؟ بتعمل اولا انكابسيوليشن. يعني ايه انكابسوليشن؟ يعني بتضيف هيدر على كل باكت. الهيدر ده ممكن يكون 20 بايت لو انت شغال ايه اي بي فيرجن 4 ممكن يكون 40 بايت لو انت شغال اي بي فيرجن 6. ايه ده غير الهيدر بتاع الترانسبورت اللي هو تي سي بي والدي بي طبعا هيدر زياده عليه. يبقى في النتورك لاير بيضيف لايه؟ بيضيف كمان هيدر. الهيدر ده يا اما طوله 20 بايت يا اما طوله 40 بايت.
بتعمل لي كمان حاجه اسمها الراوتينج. يعني ايه الراوتينج؟ يعني بتاخد الباكت بتاعتك تمشيه ما بين الراوترات وبعضها لحد ما توصله لك للديستنيشن، ده النتورك لاير، لان بضيف فيه السورس اي بي. بيحصل له كمان عمليه دي انكابسوليشن، لما حضرتك الباكت بتستلمها لياما الثانيه بنقشرها بيعمل لها دي انكابسوليشن. طيب عندنا كام بروتوكول شغالين في النتورك لاير؟ اتنين، اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. يبقى اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. الشبكات زمان كانت شغاله بحاجات غير كده، كانت شغاله باي بي اكس، كانت شغاله بحاجه اسمها الابل توك. دي بروتوكولات موجوده من زمان، موجوده في النتورك لاير، كنت بستخدمها في الادريسنج، بس خلاص بقت بالنسبه لنا دلوقتي تاريخ، بقت ليجاسي. تمام. هو انا عايز اسال سؤال، هي برضو الشاشه برضو فيها بطء زي العملي؟ لا 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 مفيش. تمام كويسه جدا. تمام. هو بس الصوت فيه تقطيع خفيف بس بيعدي يعني. تمام زي الفل زي الفل. طيب احنا الداتا بتبقى نازله لنا هي سيجمنت من لير 4، وبعدين بضيف لها ايه؟ بضيف لها الهيدر. كان هي زمان في لير 4 اسمها ايه؟ اسمها سيجمنت. كان في لير 3 بنسميها ايه بقى؟ بنسميها باكت. طيب النتورك لاير بتتميز بثلاث حاجات: كونكشنلس، بيست ايفورت، ميديا اندبندنت. هشرحهم هو ثلاث حاجات. كونكشنلس معناها ايه؟ يعني كنتورك لاير ما بتفتحش سيشن شكل التي سي بي. لو انتوا فاكرين التي سي بي كان قبل ما يبعت داتا كان بيعمل سينك واكنولج للسينك وبعدين اكنولج وبعدين يبعت الداتا وبعدين ما يخلص يبعت فينش وبعدين يقفل، صح كده؟ فينش ويرد عليه بالظبط. كانوا بيقولوا كنا بنقول عليها كونكشن اورينتد في التي سي بي، واليو دي بي كنا بنقول عليه كونكشن ليس. النتورك لاير كنتورك لاير ما بتفتحش اي سيشن مع النتورك لاير قدام عليها اما الثانيه. والله لو انت كنت شغال في لاير 4 تي سي بي هيعمل لك الكلام ده، لو كنت شغال يو دي بي مش هيعمل لك الكلام ده. فكان نتورك لاير لا بتفتح سيشن ولا بتقفل سيشن، بتبعت الداتا بتاعتها على طول. حتى السينك اللي جايه من التي سي بي ديت ان هي بتفتح بيها السيشن دي بالنسبه لها هي بتعتبرها داتا زي بقيه الداتا، لا عارفه ان ده اوبن سيشن ولا داتا ولا ايه بالظبط. ده مفهوم الكونكشن ليست. البيست ايفورت هي هتقدم لك كل ما في جهدها ان هي توصل لك الباكت، بس مش ملزومه ان هي توصلها لك كلها، ما يعتمدش عليها يعني، مش زي التي سي بي ملهاش اكنولج. يبقى على مستوى لير 3 انا ما بعملش اكنولج. وعلشان كده لو انت بقى شاطر هما كده عشان كده عاملين كوماند البنج وكوماند التريسيرت. هو البنج ده بيعمل ايه؟ بيتاكد ان في مسار ما بينك وما بين الايه؟ الديستنيشن. بتعمل بنج مسافه الاي بي. ليه؟ لان كنتورك لاير مفيش لها اكنولج، فعاملين لها تولز زياده اللي هو بروتوكول هناخده بعدين اسمه الاي سي ام بي، اللي هو البروتوكول اللي بنعمل بيه بنج. نقول لك بنج مسافه ياو دوت كوم. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ عايز تتاكد ان السكه ما بينك وما بين الياهو سالكه، لان مفيش ما بيجيلكش اكنولج. يبقى هو بيست ايفورت يعني ايه؟ يعني ملوش اكنولج. يعني ممكن داتا وانت بتبعتها في السكه نصها يقع عادي مش مشكله. ميديا اندبندنت يعني ايه؟ ميديا اندبندنت يعني الباكت ما بيختلفش باختلاف الميديا. والله حضرتك شغال دلوقتي واي فاي، هو باكت. شغال بكابل، هو باكت. شغال بموبايل، باكت. فهو ايه؟ غير معتمد على التكنولوجي. احنا لحد دلوقتي جوه الاوبريتنج سيستم. حلو. يعني لغايه المرحله دي هو بيعتبرها باكت وما بيفرقش بينها. بص هو باكت سواء ماشي على كابل فايبر، ماشي على كابل نحاس، ماشي على كابل، ماشي على واي فاي. احنا بقى في المرحله اللي بعد كده ان شاء الله لما نيجي نتكلم على كارت الشبكه في لير 2 بياخد الباكت ده يلبسه ببدله عشان يعرف يمشي على الميديا اللي هيمشي عليه. زي ما انت حضرتك قلت لو في الايثرنت يبقى هيبقى ايثرنت باكت او الماك ادريس. ايثرنت فريم. ايثرنت فريم. ها انا بعد كده هقصك من ودنك. ايثرنت فريم ماشي. ايثرنت فريم. اما لو طلع الوان يبقى بروتوكول تاني او فريم تاني. الله يكرمك الله يكرمك. بس الكلام ده فين؟ الكلام ده في لير 2. في التاني في لير 2. احنا لسه لحد دلوقتي باكت ايا كان الكونكشن اللي هتبعت عليه.
تمام؟ لما نيجي بقى نطلعك نشوف، والله لو هتطلع على كابل ايثرنت يبقى نلبسك البدله بتاع الايثرنت فري، والله لو هتطلع على كابل الفايبر نشوف كابل الفايبر ده شغال بانهي تكنولوجي البسك البدله بتاعته. تمام؟ ها انا بيعجبني فيك يا ابو مريم ان انت لما بتجود بتبقى زي الفل. تمام؟ انا مبسوط يعني، مبسوط ان انت ايه لسه متذكر الكلام ده. تمام؟ انا معايا 18 ولد من جامعه مصر في عندنا في المصريه الصبح يشلوا. انا خلاص هنشل. تمام؟ فيعني ايه مفيش خالص يعني، يعني تقريبا مفيش يعني. مفيش غير اربعه مثلا خمسه فيهم اللي متابعين والباقي كله عمال يزيد دماغه وخلاص. تمام؟ ما يمكن عشان مش بيراجعوا المحاضرة. لا 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 خالص خالص، أنا بس أتمنى أنا بدي لهم الجزء الأدفانسد بس اللي هو الجزء الثالث، يعني أنا رحت أدي لهم الجزء الثالث على طول لما كنت فاضل الجزئين الأولانيين، فكان في حد قبل في الجزئين الأولانيين. فتيجي تقول له سبنيتنج وفي لسه ام يعني ما كأنك بتشتمه، ما فيش. فالأي بي بالنسبة لنا هو إيه؟ هو كونكشن ليس. يعني إيه كونكشن ليس؟ ما فيش أوبن سيشن وإند سيشن. ما فيش مسار بيفتحه قبل ما يبعت، هو بيبعت على طول. زي بالظبط الجواب لما كنا بنبعته زمان، لو الجواب بتاعك انت ما عملتلوش علم وصول ممكن يقع في السكه ما يوصلش، صح؟ بالظبط ده نتورك لير، ممكن تبعت باكت ما توصلش. طيب اهو بيست ايفورت يعني ايه؟ الراجل بعت 3 باكت، الثلاثه باكت منهم 2 وصلوا عند الديستنيشن واحده وقعت، مفيش اكنولج للاسف. ميديا اندبندنت هو باكت سواء شغال على كابل كابر سواء شغال على كابل فايبر سواء شغال على كابل ايثرنت هو باك. طيب بس البيانات دي هندسه طبعا هيتم ارسالها مره تاني، بس طبعا عن طريق اللي هي ايه الترانسبورت لاير هي اللي هتطلب كده. هي لو انت بقى كان الباكت ده بتاع ترانسبورت لاير هتلاقي جواه على مستوى اللاير 4 في اكنولج. تمام؟ يعني الباكت ديت يا باشمهندس ممكن تكون باكت سينك اساسا بفتح بيها سيشن، بس كنتورك لير هي مش عارفه ان دي باكت سينك، هي بالنسبه لها دي داتا وخلاص، ما تعرفش تفرق ان دي باكت سينك ولا باكت اكنولج ولا باكت ايه بالظبط، هي بالنسبه له كل الباكتات دي داتا. فهمتني؟ تمام. بس كده يعني يعني النتورك لير هتعيد ارسال البيانات دي مره ثاني بس على بناء طلب ترانسبورت لير. الله يكرمك، بناء طلب التي سي بي. لو انت شغلت تي سي بي لو شغلت تي سي بي فعلا برضه بس هو هيزق له الداتا كانها داتا جديده، هو ملوش دعوه. مين اللي هيبقى بالزبط. عارف ان ديت اعاده؟ التي سي بي. التي سي بي صح كده على مستوى التي سي بي، لان التي سي بي هو اللي عنده سيكونس نمبر فيبعت لك نفس الباكت بنفس السيكونس نمبر، انما النتورك لاير ما بتقراش الهيدر بتاع الترانسبورت لاير فمش عارفه دي سيكونس نمبر قد بالنسبه لها داتا جديده. صح كده؟ ما عندهاش فيلد اسمه رقم الجزء. فماشي يعني هي بتتعامل مع الموضوع بتتعامل معاه كباكت ما كباكت جديده خالص مقفوله قدامي وبعدي اللي يعرف ان كان الجزء ده بينعاد ولا ده باكت جديد الترانسبورت لاير اللي هو التي سي بي. تي سي بي خلاص. لان عنده فيلد اسمه ايه؟ السيكونس نمبر. اللي بنحط فيه رقم كل جزء بينبعت، ولو في جزء وقع بعيده تاني بنفس السيكونس نمبر. وعشان كده انا كنت بقول الترانسبورت لير بتعمل تراكنج. تراكنج يعني ايه؟ بتتبع المسار، انما ده مفيش تراكنج فيه. تمام. طيب كل باكت بيبقى لها حجم، الحجم بتاع الباكت اسمه ام تي يو، ماكسيمم ترانسميشن يونت. 1500 تقريبا. اقل حجم للباكت يا شباب، اقل حجم للباكت، اقل حجم للباكت اقول 64 بايت، واكبر حجم للباكت 1500 بايت. الباكت الاقل من 64 يقع يعتبره نويز، الاجهزه ما تعدهوش. والباكت اللي اكبر من 1500 نقسمه باكت جديده. ماشي. اس مش 64 ده 46 اهو، اسف ده 46. انا بتكلم هنا ايه على الباكت. الباكت دي كمان شويه هنضيف لها هيدر وتيلر راس وديل. فين؟ في الداتا لينك لاير. لما نيجي ناخد داتا لينك لاير
لو انت بتتكلم على الفريم بتاع الايثرنت هتلاقيه بيضيف لك 18 بايت 4 وايه و14 14 هيدر و4 ايه و4 تيلر. فيقول لك لو انا بتكلم على الفريم على مستوى الاير 2 اكبر حجم للفريم 1518 واقل حجم للفريم 64، وعشان كده انا اتلخبطت فيها يعني كده. انا بتكلم على ايه؟ على الفريم. انما كباكت على مستوى الاير 3 قبل ما اضيف الهيدر والتيلر بتاع الفريم بيبقى كام؟ بيبقى 46 بايت و1500 بايت. حلو. لو اقل من 46 يعتبر نويز وما يقراهوش. اكتر من 1500 بيعمل ايه؟ لو في باكت عندنا اوزعه، لو في باكت اوزعه هو كده اقل من 46 بنضيف له احنا جزء عندنا اسمه البادنج بنطوله، هبوره لك بعدين. تمام عشان اقول للاجهزه ان ده اصلا فريم كده، هو خلقته كده. تمام. ها حد كده عنده مشكله؟ لا تمام. لا لا تمام. عندنا الباكت بقى بيبقى له هيدر. الهيدر بتاعنا لو انا بتكلم على الاي بي فيرجن 4 هتلاقيه 40 بايت 20 بايت. تمام. لو انا بتكلم على الاي بي فيرجن 4، طب يعني يعني ممكن ثانيه واحده لان الراجل بتاعتي ده انا مع سعادتك. نعم حضرتك. تمام. طيب انا دلوقتي الهيدر الهيدر عندي لو هو اي بي باكت فيرجن 4 هيبقى الهيدر بتاعي زي ما انتم شايفين كده 20 بايت. طب لو هو فيرجن 6 هتلاقوا الهيدر بتاعنا بصهم كده يعني هنجيله بس هنلاقيه كام؟ هنلاقيه 40 بايت اللي هو ده. شوف الادرس سبيس لان كل اي بي فيرجن 6 128 بت قد ايه؟ فالهيدر هتلاقوه كام؟ هتلاقوه 40 بايت. تعال الاول نشرح 4 وبعدين نرجع ل 6. اهو الهيدر بتاع الفيرجن 4 بقى بيبقى في ايه؟ الهيدر بتاع الفيرجن 4 بيبقى في ايه؟ بيبقى اول 4 بت منه يعني نص بايت، اول 4 بت منه ده كله على بعضه بايت اهو، ده 8 بت، العرض ده 8 بت. اول 4 بت منه بنحط فيه الفيرجن. لو هو فيرجن 4 بينكتب كده. لو هو فيرجن 4 بينكتب كده الواحد والاثنين تحتهم اصفار واربعه بنحط واحد زيرو. طب لو هو فيرجن 6 بنحط الكود ده. يبقى الفيرجن دي بيحط فيه الهيدر ده فيرجن 4 ولا فيرجن 6؟ فيرجن 4. تمام. يبقى بحط كام اللي هو ده؟ 0 1 0 0. اه طب لو في الهيدر بتاع الفيرجن 6 هيبقى الفيرجن ده محطوط فيه ايه؟ 0 1 1 0 زيرو. يبقى الاربعة بت دول بيقولوا للي بيقرا الباكت ان اللي انت هتقراه ده هيدر فيرجن 4 ولا هيدر فيرجن 6. تمام. تمام. وبذلك هندسه تقريبا في رمز تاني ليها او تعويض بيبقى 0 اكس 80 تقريبا. لا ده ده بتاع الايثرنت. ده بتاع الايثرنت في الفريم يا حبيبي، في اللي هو الفيلد اللي هو بتاع التايب بتاع التايب والكنترول في الفريم. ان شاء الله لما نيجي للفريم هتبقى 0 اكس 80. يعني في الفريم مش بالله، مش في الباكت، احنا لسه في الباكت. ده 0 اكس 80 دي بديل، ده دليل على ان الفيرجن 4 ولا ايه؟ ده دليل ان الباكت بتاعك ده ان الفريم ده ايثر نت. اه طيب الفريم ايثر نت. تمام. طب ما طب معلش سؤال. نعم. بالنسبه للواي فاي بيشوفوا ايه؟ مش ايثرنت كله، كل الدنيا دي باكت. احنا قلنا الباكت واحد في كل الكونكشن. انا مش لا انا قصدي لا انا قصدي في انا قصدي في الـ في اللاير 2. احنا قلنا انه في نوعين لما نيجي اللاير 2 ان شاء الله. ها لما نيجي اللاير 2 ان شاء الله هقول لك شكل الفريم بيبقى ايه. خلاص تمام. تمام تمام. حلو الكلام كده لحد دلوقتي. اه تمام تمام. طيب يبقى اول حاجه عندنا بنقول عليها ان انا عندي ايه يا شباب؟ ان انا عندي ده الفيرجن اهو، فيرجن 4 ولا فيرجن 6. وبعدين انترنت هيدر لينز. طب انت يا عم مش قلت لي ان هو 20 بايت هيحط يعني 20؟ قال لي اه هيحط 20، بس في بعض الناس في بعض الابلكيشن بيبقى الهيدر بتاعها 24، بس ده مش كتير، الديفولت عندنا 20. يبقى ال 20 بايت ده اللي هو الهيدر اللي بضيفه، في بعض الابلكيشن بتحتاج كمان 4 بايتس اوبشنز، يبقى الهيدر بتاعها 24.
وعشان كده احنا عاملين الفيلد بتاع الانترنت هيدر لينز ده، انت هتحتاج 20 ولا 24؟ تمام. وبعدين بعد كده حاجه اسمها الديفرنشيتد سيرفيس، هنشرحها بعدين ان شاء الله، في حاجه اسمها الكواليتي اوف سيرفيس. يعني ايه ديفرنشيتد سيرفيس؟ انا عايز اقول للاجهزه ان ده باكيت فويس، ده باكيت داتا، ده باكيت فيديو. عايز احط اولويات، بحط الاولويات بتاعه الباكيت هنا في الجزء ده اللي هو اسمه ايه، اسمه ديفرنشيتد سيرفيس. بحط كود بيدل على نوع الباكيت، والكود دوت بيعكس اولويه على السويتش او على الراوتر. فلما الراوتر يجي له الباكيت ويقرا الكود ده يعرف ان كان هيعديه بسرعه ولا يحطه في الطابور ولا يعمل فيه ايه بالظبط. تمام. عارف انت كده لما تروح على شباك، تمام، بتاعه الذاكر بتاع القطر، وتلاقي فيه قاضي جاي كده ويسيبك انت خالص وياخد هو القاضي يخلص له شغله، نفس الوضع كده. في باكيت جاي بكود معين، دي باكيت فويس، وانا قدامي باكيتات داتا. هسيب اللي في ايديا، هسيب الباكيتات بتاع الداتا في الطابور واروح اعمل بروسيسنج للباكيت بتاع الفويس ويطلعها. اللي انت بتتكلم عنه ده اسمه ايه؟ اسمه الكواليتي اوف سيرفيس. ان في بعض الابلكيشن بتحتاج سرعه، شكل الابلكيشن بتاع الفويس والابلكيشن بتاعه الفيديو، تمام. فانا بحط لها كود هنا بيدل على نوع الباكيت، عشان لما تروح للراوتر او هتروح للجهاز اللي بيفهم الهيدر بتاعنا يقدر يحدد ان كان هيعمل لها بروسيسنج الاول ولا يحطها في الطابور. تمام. طيب التوتال لينس ده، التوتال لينس بتاع الباكيت ككل اسمها التوتال لينس. وبعدين هنسيبنا من الهيدر ده دلوقتي، ملوش لازمه دلوقتي خالص، علينا في سيسن ايه. التوتال لينس هندسه اللي هتبقى 1500 كده كاقصى، او 1500 لو عندك الباكيت كامل. طب ممكن يكون انا 1500، ممكن ما انت اللي عندك لحد كام؟ لحد 46. تمام. لحد 46 بايتس. حلو الكلام. طيب تمام، سيبك من الفيلد ده كله، ملوش لازمه دلوقتي خالص، مش مشروح عندنا في سيسن ايه. في عندنا فيلد اسمه التايم تو ليف او التي تي ال، حتى بيبان عندنا في البينج. بيبان في البينج. يعني ايه التي تي ال؟ التي تي ال ديت اقصى عدد من الراوتر ممكن الباكت تعدي عليه. طب لو ما وصلتش للديستنيشن وخلصت العدد دوت، الباكت تقع. يا نهار ابيض. يعني ايه؟ بص يا معلم، انا بحط لك مثلا، كان زمان بحط لك فيه 15 زمان، واقول لك عيش حياتك. انت عندك 15 محطه، 15 راوتر في السكه. اول راوتر بينقصها بواحد بقت 14، ثاني راوتر ينقصها بواحد بقت 13، فهو رقم بينقص بواحد كل ما تعدى على راوتر. بيبتدي من جهازك انت ب 15. حلو؟ وصلت للديستنيشن قبل ما الرقم ده يخلص كان به، ما وصلتش يحصل لها ديسكارد. 15 ده بالنسبه لنا كان زمان كان كبير قوي، كتير قوي. شبكه فيها 15 مسار، فيه 15 راوتر، كتير قوي. دلوقتي بقى عادي، فقاموا مغيرينه من 15 لكام؟ ل 255. يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك الباكت عند الراوتر الثالث قيمه التي تي ال بكام؟ ويجيب لك شويه اختيارات. هي بادئه من عندك من الكمبيوتر 255، اول راوتر 254، ثاني راوتر 253، ثالث راوتر 252، يبقى القيمه 252. خد بالك السويتش ما بيأثرش في تي تي ال، انا بتكلم على الاجهزه اللي بتفهم لاير 3. ايه الاجهزه اللي بتفهم لاير 3؟ اجهزه الكمبيوتر والراوترات. تمام. بالظبط. السويتش اساسا ما بيوصلش للهيدر ده، الهيدر ده بيبقى جوه الفريم. السويتش بيبقى خلاص. بيأثر فيها برضو؟ نعم. الفاير وول مثلا الكلام ده بيأثر برضه في التايم؟ طبعا لو هو لير 3 أثر فيها طبعا يا حبيبي. يعني ممكن برضه يأثر فيها الفاير وول. أي جهاز هو أصل فيه فاير وول دلوقتي بيوصل لحد لير 7. تمام؟ فأي جهاز من أول لير 3 وأنت طالع بيأثر في تي تي ال، بيقلل تي تي ال بواحد. تمام؟ طيب وبعدين هنا البروتوكول. ايه البروتوكول دوت؟ البروتوكول ده بحط فيه الكود بتاع اللاير 4 بروتوكول. انت شغال تي سي بي ولا يو دي بي؟ يعني الهيدر الباكت دي جواها سيجمنت تي سي بي ولا يو دي بي؟ تمام.
فانا بحط هنا كود البروتوكول تمام، وبعدين الهيدر تشيك سم. ايه الهيدر تشيك سم؟ معادله بتتم عند السورس وبتتم عند الديستنيشن عشان اتاكد ان الداتا ما حصلهاش اي تغيير في السك. يبقى معادله بيعملها النتورك كلير في اول جهاز بيبعت، ومعادله بيعملها النتورك كلير في الجهاز اللي بيستقبل عشان نتاكد ان مفيش اي تغييرات في السكه تمت على الباكت. وبعدين السورس اي بي، الاي بي بتاع الجهاز اللي بيبعت، وده بيبقى 32 بت، والديستنيشن اي بي، الديستنيشن اي بي بتاع الجهاز اللي بيستقبل، وده برضو بيبقى 32 بت. تمام، وزي ما خدنا الاي بي وزهقنا منه بقى. طيب الاي بي فيرجن 4 للاسف بدا يخلص، صح؟ البنزين بدا يخلص اهو. هيجي فتره من الفترات محمود يروح لهم يقول لهم والله انا عايز اي بي عشان اخش نت، يقول له ما فيش للاسف اي بيهات، كل اي بيهات انحجزت. فبدانا نعمل القصه بتاع النات، وانا شرحت لكم النات قبل كده بتعمل ايه، لسه هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله. النات وايه؟ النات والبات، والبات والبرايفت اي بي، صح؟ قول هو شركتي باخد برايفت اي بي، وكل الاجهزه بتطلع على وان بابليك اي بي، صح؟ وازاي بحول من برايفت لبابليك؟ عن طريق النات والبات. تمام، بس الحل الجذري مش ده. امال ايه الحل الجذري؟ الحل الجذري الاي بي فيرجن 6. اي بي فيرجن 6، صح الكلام؟ اي بي الحل اللي بقى مشكله 6. النات ومشكله ان مفيش اي بات كافيه والكلام ده كله. الاي بي فيرجن 6 الهيدر بتاعه 40 ايه؟ 40 بايتس. بينضاف ايه؟ الفيرجن اهو القديم اهو. بس المره دي هنضيف ايه؟ 0 واحدين 0. والترافيك كلاس البريورتي اللي كان اسمها زمان ايه؟ ديفرنشيتد سيرفيس. حلو الكلام؟ والبيلود لينس اللي هي طول الباكت. والنكست هيدر اللي هو البروتوكول اللي شغال في لير 4. والهوب ليميت اللي هي كانوا بيسموها مين؟ التي تي ال بقى اسمها هوب ليميت. والسورس اي بي والديستنيشن اي بي. التشيك سم بقى والحاجات الغريبه اللي كان بنحطها دي ما عادش موجوده. في الهوب ليميت ده مكان التي تي ال. في الترافيك كلاس اللي هو الكواليتي اوف سيرفيس. النكست هيدر اللي كان اسمها بروتوكول عندنا، فاكرينها؟ تمام، والفيرجن والترافيك ايه والترافيك كلاس. لو ليب لو ليبل ده ايه بس اللي هو ايه؟ او رو ليبل، مش فاهم. الفلو ليبل اللي هي رو ليبل او فلو ليبل، مش علينا دلوقتي، سيبها دلوقتي، ماشي علينا دلوقتي عشان ما تلخبطش نفسك بيه. تمام تمام. طيب الادفانتج بتاع الاي بي فيرجن 6، هو الادفانتج بتاع الاي بي فيرجن 6 ان هو جاي يحل مشاكل مين؟ الاي بي فيرجن 4. والهيدر بقى سيمبل خالص، بقى في حتى فيلد ما عادتش موجوده. تمام، وخدنا حاجه اسمها اوتو كونفج، هوريها لكم كمان شويه، اللي هي الاي 64 لو انتوا فاكرينها، اللي كان الجهاز بياخد الماك ويكون بيه الاي بي بتاعه. تمام، معروف. تمام وهو خلاص ما عادش في مشاكل النت اللي كانت بتظهر ما عادتش موجوده اهو. وده الهيدر بتاعنا، بقول لك الفيرجن 0.1.0 ده الفيرجن. تمام، والترافيك كلاس اللي هي كان اسمها الديفرنش سيرفيس زمان، وده سيبك منه دلوقتي. البيلود لينس اللي هو طول الباكت بالكامل. النكست هيدر اللي هو البروتوكول اللي موجود فين؟ في لير 4 اللي كان اسمه بروتوكول زمان. تمام، الهوب ليميت اللي هي مين؟ اللي هي التي تي ال اهي. والسورس اي بي 128 بت، والديستنيشن اي بي 128 بت. الراوتنج بقى، يعني ايه راوتنج؟ بيقول لك لما يكون في جهاز، ها، لما يكون في جهاز بيكلم نفسه بيسميه بيكلم اتسيلف. ينفع الجهاز يكلم نفسه؟ ببنج على الاي بي بتاع اللوب باك، فاكرينه؟ ماشي، يبقى كده كان الجهاز بيكلم نفسه، صح؟ ممكن يكون الجهاز بيكلم جهاز معاه في نفس الشبكه، في نفس الشبكه اهو، فكده بيكلم لوكال هوست. ولما الجهاز يكلم نفسه او يكلم جهاز معاه في نفس الشبكه، انا مش محتاج الراوتر، مش محتاج المسارات. امال امتى محتاج مسارات؟ لا
لما بكون بكلم جهاز بره النتورك بتاعتي ريموت هوست، يعني جهاز من الاخر مش موجود على السويتش معايا، فانا كده محتاج الراوتر. او ماشي، انت حد كده في مشكله؟ لا انا تمام. طيب يعني احنا كده بنقول في تعريف عندنا اسمه الديفولت جيت واي. الديفولت جيت واي انا بروح لها امتى؟ لما اكون عايز اكلم حد بره الشبكه بتاعتي، فببعت الباكت للديفولت جيت واي اللي بدورها بتدور عندنا في الجدول بتاع الراوتر اللي هو اسمه الراوتنج تيبل على الشبكه اللي الباكت ده رايح عليها. ماشي. يعني الديفولت جيت واي فايدتها ايه؟ والله انا عايز طالع من هنا رايح اكلم حد بره الشبكه بتاعتي، فببعت الفريم لمين؟ للراوتر بتاعي بره الشبكه بالظبط. يبقى انت روح للديفولت جيت واي، وامتى اصلا الديفولت جيت واي تقبل مني الرساله؟ لما اكون رايح اكلم حد بره النتورك بتاعتي. حلو تمام تمام. طيب في عندنا حاجه اسمها الراوتنج تيبل جوه الراوتر، بنجيبها ازاي؟ بكوماند اسمه شو اي بي مسافه راوت. شو اي بي مسافه ايه؟ راوت. طب الجهاز الكمبيوتر بتاعك خد بالك برضه بيبقى مخزن الشبكات اللي هو عارفها. عشان تجيب الراوتنج تيبل جوه الجهاز الكمبيوتر بتاعك في كوماند اسمه نت ستيت داش ار او روت برنت. اهو دي الشبكات اللي الجهاز الكمبيوتر بتاعك عارفها. يعني لو انت هتبص على اي جهاز كمبيوتر عندك وعملت نت ستيت داش ار هيجيب لك الشبكات او هيجيب لك الايبهات اللي الراوتر ممكن يوصل لها. من الاخر كده بيجيب لك الراوتنج تيبل بتاع الجهاز الكمبيوتر بتاعك. هو مش مهم قوي زي بتاع الراوتر، بس راوتنج بروتوكول راوتنج تيبل. طيب الراوتر عندنا جوه الراوتنج تيبل بتاعه بيبقى نوعين اتنين من الشبكة. ايه هما؟ تعالى كده نشوف. احنا بقالنا كتير ما كتبناش على النوت باد اهو. نوت بوك اهو. اوكي بص يا سيدي، الراوتر بتاعنا اهو بيبقى جواه راوتنج ايه؟ راوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده بيبقى متخزن فيه ايه؟ طرق لشبكات. الشبكات اللي الراوتر عارفها بتبقى نوعين، لا اما دايركت كونكتد نتورك زي مين؟ زي الشبكه دي، زي الشبكه دي، زي الشبكه دي. دي بالنسبة للراوتر دول شبكات بتاعته متوصلة فيه توصيل مباشر. حلو؟ والشبكات دي بتبقى متخزنة اوتوماتيك جوه الراوتر، فبيبقاش محتاج ان انت تعرفها له. بيسموها سيلف ليرنت، شبكات هو عارفها لوحده. يعني ايه دايركت كونكتد؟ شبكات موجودة مع الراوتر في نفس الموقع. حلو الكلام؟ طيب القصه فين بقى؟ القصه ان في نوع تاني من الشبكات اسمه الريموت نتورك. ايه الريموت نتورك دي؟ لو في هنا راوتر موصلك بفرع تاني وعندك نتورك ان 5 وان 6، ان 5 وان 6 للراوتر ار 1 دول مش بتاعته، شبكات بعيده عنه، بنسميها ايه؟ بيسميها ريموت نتورك. للاسف الريموت نتورك دي الراوتر ما بيتعرفش عليها لوحده، محتاج ان انت تعرفها له، فبنسميها ليرند. شبكات ايه؟ شبكات ليرند. تمام؟ بعرف الشبكات البعيده عن الراوتر للراوتر ازاي؟ طريقتين اتنين اهو، في طريقتين اتنين عشان اعرف الشبكات البعيده عنه. تمام؟ طريقتين. طيب بصوا كده، يبقى انا عندي جوه الراوتر
كام نوع من انواع الشبكات؟ نوعين، الدايركت كونكتد نتورك، ودي انت ما انتش محتاج تعرفها له، فبتلاقي الراوتر عارفها لوحده، او اما شبكات بعيده عن الراوتر موجوده تبع راوتر تاني. تمام، زي الشبكه دي اهي، زي الشبكه دي اهي، زي الشبكه دي بالنسبه لمين؟ لار واحد ما يعرفهاش. دي بنسميها ايه يا شباب؟ بنسميها ريموت نتورك. طب انا بعرفها للراوتر ازاي بقى؟ لا اما مانوال بايديا، وده هناخده مع بعض، وده مبدا اسمه ايه؟ اسمه الاستاتيك روت. لا اما لو عندي الراوترات كتير اخليها دايناميك، ده مبدا اسمه ايه؟ دايناميك راوتينج بروتوكول. زي مين الدايناميك راوتينج بروتوكول؟ زي راوتينج بروتوكول اسمه الريب، زي راوتينج بروتوكول اسمه الاي اي جي ار بي، زي راوتينج بروتوكول اسمه الاوس بي اف. ايه دول؟ دول انا بنزلهم على الراوتر علشان يتعرفوا على الشبكات البعيده عن الراوتر اوتوماتيك. طب وده بنزله على الراوتر عشان اعرفه انا على الشبكات البعيده عنه بايديا. يبقى انا مشكلتي فين يا شباب؟ انا مشكلتي ان الراوتر ما بيعرفش غير الشبكات اللي ايه؟ اللي جنبه. دي بيسموها شبكات ايه؟ دايركت كونكتد، ودي بيتعرف عليها ايه؟ لوحده. الشبكات البعيدة عن الراوتر دي شبكات ايه؟ ريموتلي، عشان الراوتر يتعرف عليها لا اما مانوال باستخدام الاستاتيك روت، لا اما دايناميك راوتينج بروتوكول. مين الدايناميك راوتينج بروتوكول؟ شكل الريب، شكل الاي اي جي ار بي، شكل الاوز بي اف، دي كلها دايناميك راوتينج بروتوكول. تمام، نرجع بقى لموضوعنا كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله انا عندي الراوتر بتاعي جواه شبكات دايركت كونكتد وجواه شبكات ريموت نتورك. الدايركت كونكتد اللي هما دول بالنسبه لي دي شبكات متوصله بيها توصيل مباشر. الريموت نتورك بالنسبه لي انا كراوتر ار 1 اللي هما دول الاثنين دول، دول بسميهم ريموت نتورك، ممكن اعرفهم مانوال او ممكن اعرفهم دايناميك. الديفولت روت ده هنعرفه مع بعض ان شاء الله، اللي هو طريق الانترنت هنعمله مع بعض، انا اسمه الديفولت ستاتيك روت. طيب الجدول عندنا بتاع الراوتر بعمله ازاي؟ بجيبه ازاي؟ بشو اي بي روت. كل الرموز اللي رمزها سي دي تعرف ان هي دايركت كونكتد. يعني مثلا الشبكه 192 168 10 0 اهي، الشبكه 11 0 اهي، طب الشبكه 10 دي شبكات ريموت اهي، شبكات بعيده عن الراوتر اللي هي 10 1 2 0. فبيقول لك الراوتر بيبقى جواه شبكات دايركت كونكتد، ودي ما انتش محتاج تعرفها له، دي كده كده بيوصل لها. انما الشبكات البعيده عنه ده انا ممكن اعرفها للراوتر ار 1 لا اما مانوال بايديا، لا اما ايه؟ لا اما دايناميك. تمام، طبعا دي اسم الشبكه، ده الرمز بتاعها كونكتد، ودي اسم الشبكه بتاعتك، ودي ازاي بتقدر توصل لها. يعني ار 1 عشان يوصل شبكه 192 168 10 0 بيقدر يوصلها عن طريق مين؟ البورت جيجا 0 على 0 اهو. طيب لو شبكه بعيده ار 1 اهو عايز يوصل لشبكه 10 1 1 0، دي مين اللي جايبها؟ الدايناميك الاي جي ار بي. تمام، ده البريورتي بتاع الاي جي ار بي، هناخده بعدين ان شاء الله نعرف يعني ايه بريورتي، وده المتريك بتاع الشبكه. وعشان اوصل لها اسلم الباكت للراوتر اللي بعدي اللي هو الاي بي بتاعه كام؟ 236 او 226، او اخرج من البورت كام؟ جي سيريال 0 على 0 على 0. تمام، بسمي الراوتر اللي بعدي الاي بي بتاع الراوتر اللي بعدي بسميه النيكست هوب اي بي ادرس، بسمي الانترفيس اللي انا خارج منه بسميه الاوت جوينج انترفيس او الاكزيت انترفيس. تمام، اهو ده شو اي بي روت بيجيب لك الراوتنج تيبل زي ما احنا شايفين كده. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ ها، حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي شباب؟ معايا؟ لا تمام، اه معاك. لا تمام. تمام تمام. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض. الراوتر بقى احنا خدنا مع بعضنا
خدنا مع بعضنا تمام، خدنا مع بعضنا الراوترز اهو، ده سيسكو راوتر اهو، ده شكل سيسكو راوتر اهو، وده السي بي يو بتاعته من جوه، بروسيسور بتاع الراوتر، وده البورده بتاع الراوتر اهي. الراوتر بيبقى فيه مين؟ بيبقى فيه فلاش، بيبقى فيه روم، بيبقى فيه انفرام، بيبقى فيه رامه اللي قلنا عليها، بيبقى فيه تيبل راوتينج تيبل وارب تيبل، رانينج كونفيجريشن، بيبقى فيه بافر للباكت، الان في رام بيبقى فيه ستارت اب، بيبقى فيه اي او اس موجود في الفلاش، الروم بيبقى فيه موجود فيها البوست. الراوتر بيتكون من باور سبلاي، بيتكون من اس دي رام شكل الجهاز الكمبيوتر القديم بتاعك، بيكون من ان في رام، بيكون من سي بي يو تمام، بيكون من وحدات تبريد اهو ها، بيكون من ادفانسد انتجريشن مديول، يعني ممكن تركب فيه كروت زياده. ده سيسكو راوتر من الظهر اهو، ده نوع من انواع الراوترات، الموديل بتاعه 1941. بتلاقي فيه ايه؟ بتلاقي فيه اوكسيلري بورت، اوكسيلري بتلاقي فيه بورت كونسول، بتلاقي فيه بورت جيجا ايثرنت، بتلاقي فيه فلاش مكان للفلاش، بتلاقي فيه دلوقتي يو اس بي بورت، ممكن انقل اي حاجه على الراوتر من اليو اس بي او اخد باك اب من الكونفيجريشن على اليو اس بي بدل التي اف تي بي اهو. شكل الباكت تريسر طبعا دي الاجهزه بتاعتنا، دي راوترات اللي هنتعامل معاها طول الكورس اهو، ده راوترات اللي هو فوق ده اللي اسمه ويست وايست والكلام ده كله، ده سويتشز، ده اجهزه كمبيوتر اهي. طبعا الراوتر بتاعك لما بيجي يشتغل بيشتغل ازاي؟ بياخد الاي او اس من الفلاش يرميه فين؟ في الرام، وبعدين يروح يحمل الستارت اب كونفيج يرميه فين؟ في الرام برضو. وخدنا مع بعضنا الراوتر بوت سيكونس، ان هو بيفتح البوست وبعدين البوت ستراب وبعدين الاي او اس وبعدين الكونفيجريشن فايل اهو، البوست وبعدين البوت ستراب وبعدين بيحمل الاوبريتنج سيستم وبعدين يحمل الكونفيجريشن فايل. في كوماند اسمه شو فيرجن خدناه مع بعض، بيجيب لك الفيتشرز بتاعت الراوتر والسبيكس بتاعتنا ومساحه الرام ومساحه الروم ومساحه الانترفيسز، وعملنا اللاب ده مع بعضنا دلوقتي، وصلنا كابل الكونسول وعملنا البيزك كونفيجريشن على الراوتر اهو. بيقول لك عايزين نغير اسم الراوتر نخليه هوست اس 1 ونعمل انيبل سيكريت، وخدنا اللاين كونسول وباسورد ولاين في تي واي وباسورد، وخدنا السيرفيس باسورد انكريبشن، وخدنا ازاي نعمل مسج اوف ذا داي، وخدنا ازاي نحط اي بي للانترفيس ونعمل لها نو شت داون. الكوماندات دي كلها خدناها، وخدنا ازاي نروح من المستوى الاول للمستوى الثاني اهو بانيبل، ومن المستوى الثاني للمستوى الثالث بالجلوبال ايه بالكونفيجر تيرمينال، وعشان اغير اسم الراوتر هعمل ايه؟ كوماند اسمه هوست نيم اهو. ده اللاب اللي احنا عملناه مع بعض. خدنا ازاي نحط ايبيهات للانترفيسز اهو، الراجل بيخش جوه الانترفيس ويقول اي بي، وخدنا الكوماند بتاع الديسكريبشن، وعرفنا الانترفيس بتاع الراوتر باي ديفولت ايه، معمول لها شوت داون، هنعمل نو شوت داون. في كوماند اسمه شو اي بي انترفيس بريف، لو انت عايز تعرف كل انترفيس واخد اي بي ايه بالظبط. فالراجل جه على الراوتر اروان عمل شو اي بي انترفيس بريف، قال له والله انا عندي 10 وعندي 11 وعندي 209. والله لو بتكلم جهاز معاك على الشبكه انت مش محتاج الجيت واي، فانت بتتكلم كده لوكال هوست. امتى بتحتاج الجيت واي؟ لما تكون بتكلم جهاز بره الشبكه بتاعتك تمام اهو، لما اكون بكلم جهاز بره الشبكه بتاعتي محتاج الايه الهوست. هنا بيعمل ايه؟ بصوا كده، السويتش بتاعنا ده جهاز لير 2، طب علشان اكونكت عليه ريموتلي من بعيد بحط له اي بي، الاي بي ده بينحط الانترفيس وهميه على السويتش اسمها فيلان 1، وده هناخده عمل ان شاء الله احنا بنعمل التلنت. شايفين عامل ايه؟ انترفيس فيلان 1 ومديله اي بي، ومديله اي بي ديفولت جيت واي اللي هو الاي بي بتاع الراوتر بتاعه. بقى الاي بي ده اللي بستخدمه علشان اكونكت بيه تلنت على السويتش. اللاب ده هناخده عمل ان شاء الله، هناخد عمل لاب اس اس اتش وتلنت. ازاي نعمل اس اس اتش وتلنت على السويتش تمام؟ الاول بس ما ناخد الفيلان.
يعني ايه فيلان؟ يعني فيرتشوال لان، انترفيس وهميه بحط لها اي بي عشان اقدر اكونكت على السويتش بتاعي. تمام، زي الفي تي واي. هي الفي تي واي، هي الفي تي واي، بس الفي تي واي انا باكتف التلنت. تمام، طيب السويتش بتاعي ما بقاش له اي بي يا ابو مريم، انت اكتفت الفي تي واي خلاص، هتكونكت بايه بقى؟ السويتش ملوش اي بي، بعمل انترفيس وهميه على الراوتر، على السويتش، وادي له اي بي من عندي. طب الراوتر، الراوترك منه بياخد اي بيهات بتكونكت باي انترفيس عليه. تمام. يعني الراوتر زي ما واضح قدامك كده له ايه؟ ده بورت، ده التاني، ده التالت، كل بورت من دول بياخد اي بي. تمام، فانا ممكن اكتف الفي تي واي على الراوتر واستخدم اي اي بي عليه وكونكت بيه، هيدخلك على الراوتر. طب السويتش بقى، السويتش ما بياخدش اي بيهات. لا بياخد، بياخد ازاي؟ بنعمل انترفيس وهميه عليه اسمها فيلان 1، وادي لها اي بي كانها جهاز كمبيوتر عادي، واستخدمه بعد كده ان شاء الله الاي بي بتاعها ان كونكت على السويتش بعد ما اكتف الفي تي واي عليه. وادي له جيت واي برضه. طبعا. تمام، الفي تي واي ده بيكتف لك الفيرتشوال لاين. ادي له جيت واي زي لازم ندي له جيت واي اللي هو بتاع الراوتر متوصل بيه، اللي هو البورت بتاع الراوتر متوصل بيه. واللاب ده هنعمله مع بعضنا. تمام. عملي اس اس اتش وتلنت. تمام كده. تمام. طيب بس ناخد الفيلان، بس ننهي السمستر الاولاني ونخش على الشغل العملي. تمام، ده ترابل شوتنج اهو. الراجل عمل البورتات بتاعه الراوتر بس حط اي بي غلط لبورت منهم، وقال لك يا معلم حل لي المشكله، الاجهزه دي مش عارفه تكونكت مع بعضها. ده لاب انا هبعته لكم النهارده مع اللابات. فانت هتخش تغير الاي بي الغلط، تكتبه اي بي صح، تعمل شو رانينج وتشوف الاي بي بتاع البورتات بتاعه الراوتر وتغير الايه الاي بي. ممكن يكون في بعض الاجهزه وهو بيحط الاي بي للجهاز غلطان في ايه، في الديفولت جيت واي بتاع الجهاز، تخش تغير الجيت واي بتاع الجهاز. الكوماندات بتاع الترابل شوتنج، اللابات بتاع الترابل شوتنج مهمه جدا جدا جدا. زي ما قلت لك قبل كده، كل الناس تقدر تبني شبكه بس مش كل الناس تقدر تصلح اخطاء. تمام. والسمري ايه؟ والسمري بتاع الشابتر. تمام، ده شابتر كام؟ ده شابتر 6. تخش على شابتر 7. شابتر 7 بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم على الاي بي، مش هقول حاجه جديده فيه يعني، ده احنا زهقنا يا عم من الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. تعال نشوف. بيتكلم على الاي بي ادريسنج. يا عم انت هترجعنا تاني لاول محاضره، والله هنراجعها مع بعض بس اهو. كل حاجه فيه انت واخدها. خدنا الاي بي هو طوله 32 بت. حد عنده اعتراض؟ حد بعد ما يعني بعد ما خدنا المحاضرات دي كلها ممكن يكون عنده راي تاني ان الاي بي اكتر من 32 بت او اقل؟ ها، الاي بي طوله 32 بت، ماشي. ها، اتفضل يا ابو مريم. ايه؟ اتفضل لو عايز تضيف حاجه. ها، لا لا مش هضيف. الاي بي طوله كام؟ 32 بت زي ما احنا شايفين كده. بيتكون من اربع حتت، كل حته فيها كام بت؟ كل حته فيها 8 اهي، صح الكلام؟ طيب نكمل مع بعض. الاي بي ادرس ممكن انا احوله ديسمال عشان انا كبني ادم اعرف اقراه، انما الاله بتعمل له ازاي؟ بتخزنه باينري جنب بعض، ماشي. خدنا ازاي نحول من ديسمال لباينري والعكس، اظن محدش عنده مشكله لسه في المواضيع دي اهو. كان راجل كان ماشي 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 2 اس 4 2 اس 5 2 اس 6 2 اس 7 اللي هو خط الاعداد 1 2 4 8 16 لحد 128، وقعدنا نتخانق مع بعض فيها وازاي نحول من ديسمال لباينري وازاي نحول من باينري لديسمال. طيب وازاي نحسبها؟ يعني هنا كده مثلا 1 و1 0 0 دي تقرا كام ديسمال؟ يبقى الواحد تحت ال 128 والواحد تحت ايه؟ ال 64، زائد بعض كده يبقوا كام؟ 192 اهو. تمام. وازاي بحول من ديسمال لباينري؟ هنا بيشرح لك الطريقه اهو واحده واحده.
اهو، وعرفنا ان الاي بي مقسوم حتتين، جزء نتورك وجزء ايه هوست، تمام كده هوست. ثلاثه حتت نتورك وثلاثه وواحده هوست، ولا اتنين نتورك واتنين هوست، ولا واحده نتورك وثلاثه هوست، على حسب مين؟ على حسب الكلاس. الكلاس بالظبط كده، على حسب الكلاس تمام. وخدنا ازاي بنحط اي بي للجهاز بتاعنا، ويعني ايه سبنت ماسك، ويعني ايه ديفولت جيت واي، ويعني ايه دي ان اس. تمام كده حلو الكلام. طيب علشان اجيب السبنت ماسك كنت بعمل ايه؟ بروح للجزء بتاع النتورك احط كله بوحايد، والجزء بتاع الهوست احط كله بايه؟ بصفار. هو اللي محدد لي بصفار، ده الثلاث اجزاء بتوع النتورك، وده الجزء بتاع الهوست. طب عايز اجيب الماسك هعمل ايه؟ احط ده بوحايد كله واحط ده بصفار، يديك السبنت ماسك. وخدنا قانون مع بعض بيقول اندنج. اندنج يعني ايه؟ بيقول لك لو معاك اي اي بي ومعاك السبنت ماسك وعملت لهم اند يطلع ايه؟ النتورك ادرس. مظبوط؟ تمام. والاند ديت عامله زي عمليه الضرب، يعني واحد في واحد بكام؟ بواحد. اي حاجه بعد كده بايه؟ بصفار. صح. وخدنا البريفكس 8 يعني ايه، و16 يعني ايه، و24 يعني ايه، ولما يكون عندك واحد زياده يديك ال128، واحدين 192، تلات واحد 224، 240، 248، 252. وزهقنا وجبنا الوايل كارد ماسك والسبنت ماسك. تمام؟ ها صح الكلام، ولا في حد عنده مشكله ارجع اعيدهم تاني؟ تمام. انا براجع معاك اهو، بوريك البرزنتيشن بتاع سيسكو كله، لو في حاجه ما اتقالتش قول لي ما اتقالتش، نعيدها مع بعض. وخدنا مع بعضنا ازاي بجيب اول هوست عندنا، ان بزود على النتورك ايه واحد، وازاي بجيب اخر هوست، ان بطرح من البرودكاست ايه واحد. ويعني ايه برودكاست؟ هو اللي هو فيه الجزء بتاع الهوست كله بوحيد اهو. تمام اهو. وخدنا الاي بي عندنا، ممكن نحطه اوتوماتيك وممكن نحطه مانوال. اوتوماتيك عن طريق جهاز اسمه ايه؟ جهاز اسمه الدي اتش سي بي، وهناخده عمل ان شاء الله. الدي اتش سي بي ده في عندنا يونيكاست من جهاز لجهاز، برودكاست من جهاز لكل الاجهزه، مالتي كاست يعني ايه؟ من جهاز لجروب من الناس. هذا يونيكاست 1 تو 1، برودكاست 1 تو اول، مالتي كاست يعني 1 ايه تو ميني. وعرفنا مع بعض يعني ايه برايفت اي بي، وعرفنا ان هو ما بيطلعش بره على الاي اس بي صح، على النت، ويستخدم بس في الايه، في الانترنال نتورك. وقبل ما اطلع انترنت لازم احوله لمين؟ لبابليك اي بي فيرجن 4، وهو واخد ستاندر رقم الاي تريبل اي اسمه ار اف سي 1918. الار اف سي ده رقمه الريكوست فور كومنت، هو بيبقى اسمه كده. يعني ريكوست فور كومنت ده حاجه ستاندر، يعني اي حد ممكن ياخد البحث ده ويطور فيه ويقدمه للاي تريبل اي، ده بحث اوبن ستاندر. وخدنا الرنجات بتاعت الاي بي فيرجن 4 البرايفت، اللي هو من ال10 لحد 10255255255 و172 16، وقلت لك حاسب لحد 172 كام؟ 31. وال172 لحد 255255. لا الرنجات دي كده مظبوطه صح؟ مظبوطه. وما بتطلعش على الانترنت، خد بالك البرايفت اي بي ما بيطلعش على الانترنت، ما بيعديش على النت، بيطلع البابليك. اللي بيطلع البابليك، وازاي احول من برايفت لبابليك؟ عن طريق مين؟ النات والبات. النات والبات بس كده، الله يكرمك. ازاي بعمل نات وبات؟ ده اللي هناخده عملي بقى ان شاء الله بعدين، يعني في كورس لوحده. حد كده عنده مشاكل؟ لا تمام. تمام؟ تمام. طيب نكمل مع بعضنا كده. خدنا اللوباك ادرس وخدنا الابيبه.
اللوباك ادرس ده لما اكون ببنج على نفسي، والابيبه ده لما اديش سي بي يفشل ان هو يديني ايه اي بي، صح؟ وفي اي بي اسمه التست نت، ده محجوز محدش بيستخدمه، اللي هو 192.0 محجوز كده محدش بيستخدمه، لو عايز تستخدمه انت جوه شركتك استخدمه. تمام، بنجرب عليه، بستخدمه للتيتشنج، بستخدمه للليرنينج. خدنا الكلاس A وكلاس B وكلاس C. لو حطيته ده في الشبكه هيستخدم عادي يعني. اه يستخدم عادي جدا، مفيش مشكله خالص وشغال. عندك الرينج 192.0.2.0 ده شغال لحد 2.255، يعني 255 اي بي فور فري. من الزيرو لحد كام؟ لحد 255/24 الشبكه دي. تمام كده؟ تمام تمام تمام. خدنا الكلاس ايه واتخانقنا مع بعض، وحد قال من الواحد ل 126 وانا قلت له كل ده من الزيرو ل 127 اهو. الكلاس ايه من الزيرو ل 127، الكلاس بي من 128 ل 191، الكلاس سي من 192 لحد كام؟ 223، صح كده؟ وخدنا المسقط بتاع كل واحد فيهم. كان في كتب قديمه كانت عاملاها لغايه 126، ممكن ممكن. ليه بقى؟ لانه ما بيحسبش ال 127 دي صح وده صح، وما بيحسبش الزيرو ساعات، لان الزيرو ده انسبسفايد اي بي. تمام، بس سيسكو بتقول من زيرو 127، انا ما عنديش مشكله خالص يقولوا ايه، بس انا فاهم ان هو من 0 ل 127 ليه، ومن 1 ل 126 ليه. بعض الكتب ما بتحطش الحاجات الريسيرفد، الحاجات المحجوزه. تمام تمام، وده حاجات قديمه يعني، ده ايه برضو من اخر الكلاسات دي، حاجه اسمها ايه ليجاسي من ايام الفراعنه بالنسبه لنا تاريخ. احنا ماشيين دلوقتي في سيستم اسمه ايه كلاسلس، صح؟ مش ملتزمين بالكلاس يعني، يعني ممكن تكون الشبكه انت مديها لك 10 وسلاش 24. تمام تمام، ده الكلاس اهو. وبدانا من سنه 90 نعمل حاجه اسمها الكلاسلس، ان احنا ما بنبقاش ملتزمين بالكلاس. وخدنا الكلاسلس والبريفكس، وخدنا الخمس مكاتب القاريه بتوعنا اللي هم اسمهم ايه، اللي تحت الايانه تحتها خمس مكاتب قاريه اسمهم ايه الرير، اختصار كلمه ايه ريجونال انترنت ريجستري. اهو ده المكتب بتاع امريكا الشماليه، ده المكتب بتاع امريكا اللاتينيه والجنوبيه، ده المكتب بتاع يوروب، ده المكتب بتاع افريقيا، ده المكتب بتاع ايه جنوب شرق اسيا واستراليا. دول المسؤولين تحت الايانه ان هم بيجيبوا الايبات ويوزعوها بقى بعد كده على مين، على شركات الاي اس بي. الاي اس بي تمام. طيب الاي بي فيرجن 6 ادرس خدناه مع بعضنا شكله ايه؟ اه هم نفس المكاتب برضه هي اللي مسؤوله عن الاي بي فيرجن 6 ادرس. تصوروا ان الاي بي في الفيرجن 4 في العالم في اوروبا خلص سنه 2015 باكسباير، ما عادش في ايباد فيرجن 4 في امريكا الشماليه، اسف. في اوروبا بقى خلصان للاسف من 2012، الشركات في اوروبا الاي اس بي مخلص الايباد اللي عنده والرنجات اللي عنده في 2012، في امريكا الجنوبيه واللاتينيه مخلصينه في 2014. طبعا الكارثه الصين وما ادراك ما الصين والاعداد الرهيبه اللي هناك مخلصينه اول ناس في 2011، الاعداد هناك مدمره الاي بي فيرجن 4. في افريقيا لسه في ارقام لحد دلوقتي ما اتحجزتش، من المتوقع ان هي تخلص في 2019 يعني 2020 نعم يعني في 2020 لازم تدخلوا على فيرجن 6. لازم لان احنا اخرنا 2019، وهتلاقي ما عادش فيه اساسا بلوكات محجوزه عند الراي، هتلاقي بلوكات اساسا فيرجن 4 هيقول لك ما عنديش. وعلشان كده عملنا الاي بي فيرجن 6 هو طوله كام؟ 128 بت، 340 اندشيريون نمبر. محدش يسالنا اندشيريون يعني ايه، لسه ما شفتش ال1000 شكله ايه. تمام، اندشيريون ده اللي هو رقم قدامه 36 صفر يعني. تمام،
تمام حل كل المشاكل بتاع الاي بي فيرجن 4 اللي هي بتاعت الليميتيشن. يعني مش هيجي حد يقول لك الدنيا خلصت. وعمل حاجه جديده اسمها الاوتو كونفيجريشن اللي هي الاي واي 64 لو انتوا فاكرينها، ان الجهاز ممكن يحط اي بي لنفسه. والمشاكل بقى بتاعه النات ما عادتش موجوده، والمشاكل بتاعه الايباد خلصت ما عادتش موجوده، والمشاكل بتاعه الانترنت اوف سينجز ان هي خلاص الاجهزه كل الاشياء اتحط لها ايباد خلاص ده يكفي. بقول لك المتر المربع في الكره الارضيه موزعين عليه 4000 اي بي ويكفي. وخدنا الثلاث سلوشن بتوعنا الديوال ستاك، قلنا امتى بنستخدمها، والتانلنج امتى بنستخدمه، والترانزليشن اللي هو سينات 6 تو 4 قلنا امتى بنستخدمه. فاكرين الكلام ده؟ الديوال ستاك لما كنا بنحط اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 الاجهزه بنفس الشبكه. التانلنج لما كان عندي الفروع بتاعت شغاله فيرجن 6 بس معدي على شبكه فيرجن 4. الناس 6 تو 4 لما كان عندي شبكه 6 وشبكه 4 وعايزين يكلموا بعض. ده شكل اي بي فيرجن 6 اهو. خدناه مع بعضنا اهو. وخدنا الرولز ان احنا بنعمل ايه؟ بنختصر بيه. فبيقول لك اول رولز شيل كل الاصفار اللي على الشمال. ماشي. وبعدين شيل كل البلوكات اللي بصفر وحطها بايه؟ باتنين كولم بكولم. بس خد بالك ما تعملهاش غير مره واحده. فين؟ في الاي بي. فاكرين؟ ها؟ لازم تعملها مره واحده بس. فين؟ في الاي بي. تمام؟ اهو. ونختار اطول واطول نختار اطول ريكومندد. انما لو عملتها مع القصيره عادي برضو صح، بس ريكومندد تختار مين؟ الاطول. تمام. بس نوت ذا ماست. تمام؟ مش ماست يعني. تمام؟ حلو الكلام. وخدنا مع بعضنا ان النتورك بتاعته 64 بت والجزء بتاع الهوست 64 بت. اهو. الهوست 64 بت. وخدنا منه ايه؟ جلوبال يونيكاست اللي هو البابليك اللي كان بدايته 2 او ايه او 3. وخدنا اللينك لوكال اللي بيبقى بدايته كام؟ اف اي 80. وخدنا اللوب باك اللي هو كله وفي الاخر واحد. وخدنا الانسبسايد اللي هو كله بصفار. وخدنا اليونيك لوكال اللي هو كان اسمه برايفت زمان اللي هو اف سي او اف اي او اف دي. تمام؟ الكلام ده هو بيشرح لك اهو، بيقول لك والله الجلوبال يونيكاست بيبقى بدايته يا اما 2 يا اما 3. ده كده يقرا معاك 2، ده كده يقرا معاك 3. تمام؟ لإما بدايتنا 2 لإما بدايتنا 3. وخدنا مع بعضنا ازاي بنحط الاي بي فيرجن 6 للانترفيس. انترفيس جيجا 0 على 0 اي بي فيرجن 6 اهو. تمام؟ هناخد بقى بعدين ان شاء الله في طريقه اوتوماتيك اسمها سلاك، هشرحها لكم عملي ان شاء الله ونظري. وسلاك مع الدي اتش سي بي. تمام؟ وخدنا طريقه الاي 64 فاكرينها؟ الراجل كان بيجيب الماك ويضيف في النص ايه؟ 3 اف اي. صح؟ ويروح للبت السابق لو كان بزيرو يقلبه بايه؟ يقلبه بواحد. البت السابق بالظبط كده. اهو كان هنا البت السابق بزيرو اهو، الراجل راح قلبه بواحد وراح قاري الايه؟ الجزء بتاع البوست. تمام؟ ها وده بيحط اي بي اهو بتاعنا شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف لو انت عايز تشوف الايه الاي بي هاب بتاع الانترفيس بتاعتك اهو. وخدنا ازاي نغير اللينك لوكال، بكتب انترفيس واسم الانترفيس واحط اي بي واحط الاي بي ادرس بتاعنا واكتب لينك لوكال وعملنا عليها لاب عمل اهو. ده اللاب اللي عملناه مع بعضنا. قلنا المالتي كاست اي بي بقى عندنا بيبتدي بكام؟ باف اف في الاي بي فيرجن 6. تمام؟ كل الكلام ده ايه؟ احنا قريناه مع بعض. في بقى عندنا بروتوكول اسمه الاي سي ام بي. ايه الاي سي ام بي؟ اختصار كلمه انترنت كنترول مسج بروتوكول. اللي هو مين؟ اللي هو البروتوكول بتاع البينج. والبروتوكول بتاع التريس روت او اسمه تريسيرت. دول بيعملوا ايه؟ دول لما بيجي انا عايز اشوف في كونكشن ما بيني وما بين الياهو ولا لا. زمان بعمل كده، بعمل ايه؟ بقوم عامل كده بينج اهو.
yahoo.com. ايه اللي بيحصل؟ الجهاز بتاعك بيبعت رسالة للياهو اسمها ايكو ريكوست. بيبعت رسالة، لا بيبعت اربع رسائل ايكو ريكوست اهو، وعشان كده بيجي لك اربع رسائل ايكو ريبلاي اهو. ادا واحدة، ها التانية ما تردش عليها، ها التالتة ما تردش عليها، الرابعة جت. عيدهم تاني كده اهو، ادي واحدة ها ما تردش عليها، ترد عليها، ترد عليها، الرابعة ما تردش عليها. يعني معنى ذلك ان انا ببعت كام رسالة؟ اربع رسائل ايكو ريكوست، وبيجي لي مكانهم اربع رسائل ايه؟ ايكو ريبلاي. طب التريس سيرت ده بيعمل ايه؟ لو انت جالك ريكوست تايم اوت، يعني عندك مشكلة في المسار، بس عايز اعرف المشكلة دي عند الراوتر ده ولا عند الراوتر ده ولا عند الراوتر ده ولا عند الراوتر ده، البورت ده، فبنعمل حاجة اسمها تريسيرت، مسافة والاي بي اللي انت عايز تتبع مساره. فكل بورت واخد اي بي بيرد عليك، يعني كل ما الراوتر يجي الجيت واي يرد عليك، كل ما الراوتر يروح الجيت واي يرد عليك، فاخر واحد رد عليك اللي بعده يبقى القطع اهو. بص كده، عايز اعمل تريسيرت على yahoo.com اهو. ها ده اول راوتر عندي رد عليا بتاعي انا اللي هو 1-1، وبعدين راح رميني على راوتر في السنترال اللي هو بتاع طنطا 2 ما اعرفش ايه ده بتاع تي داتا، رد علينا. وبعدين تي داتا راح رميني على بورت تاني عندهم جوه راوتر عندهم اسمه 10 ما اعرفش ايه اهو عندهم، تمام اهو، وده رمان على سيرفر تاني. انا كل ده لسه جوه تي داتا، كل ده حاجات برايفت جوه تي داتا اهي، كل دي لينكات جوه تي داتا لسه ما طلعتليش بره اهو. ده برضو جوه، ده جوه، كل ده برايفت جوه اهو اهو. هيبتدي يظهر لك دلوقتي بقى الاي اس بي بتاع ياهو دلوقتي حالا، ده كلها ايبات انا عديت عليه. حلو قوي، ياهو بدا يظهر اهو، شايف؟ ها بدات تطلع بره. شوف كام سيرفر انت جوه ياهو عشان السيرفر التاني يرد عليك اهو، دي كل اسامي السيرفرات جوه ياهو كلها بابليك اهي، شايفها؟ تمام اهو. شوف لسه المسار ما خلص، يعني الصفحة بتاعتك جاية بعد ده كله، اهي الصفحة بتاعتك جالك من هنا بقى يا معلم. كل اي بي انا بعدي عليه بيرمي لي ايه؟ ريبلاي. لو في حد في النص ما ردش عليا بيجي لي استريك، يبقى تعرف ان القطع بعده. ممكن يظهر لك استريك مثلا في الحتة دي، شايف؟ دي معناها يا معلم ان في هنا فاير وول اللي هو استمر بعديها، بس الفاير وول عطلت الباكت شويه. بالظبط اهو. تمام؟ ها ده اللي هو مين؟ الاي سي ام بي فيرجن 4 والاي سي ام بي فيرجن 6. حد عنده مشاكل فيه؟ لا 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 تمام. تمام؟ احنا كده نقفل النهارده على كده، هبعت لكم اللابات ومطلوب منكم بس تحلوها ونرجع بيها ان شاء الله يوم الايه؟ انا فاضي السبت، لو انتوا عايزين تاخدوا السبت. اهوت قلنا المره فاتت مثلا عايزين نعمل كونفيجريشن مثلا للانيشال راوتر سيتنج اهو، هنخش كده على الراوتر تمام اهو، وهو كان عايزنا اوصل الكابل الكونسول اهو، هاجي هنا في السيريال بتاعي وفي الكونسول هوصل كابل الكونسول، وبعد كده هخش المفروض على التيرمينال هنا كده على طول اهو، فيفتح لي التيرمينال بتاعي
او ممكن اعمل دبل كليك على الراوتر وافتح السي ال اي تمام، بس هو ايه قافل هنا السي ال اي عايزك تخش من هنا من على الكونسول، انما في الوضع الطبيعي في اللابات هنعمل دبل كليك ونخش على السي ال اي. فهنضطر نخش من التيرمينال اهو وهنعمل انيبل كونف مسافه تي. هو عايز يا سيدي بقى، هو هنا في الاكتيفيتي عايز ايه انيبل، عايزك تخش على الكونسول وبعدين الديسكتوب تيرمينال وبعدين تخش على ار 1 ماشي، كل ده عملناه. عايزك تكونفيجر اند فيريفاي انيشال راوتينج كونفيجريشن، عايزك تحط باسورد للكونسول اسمها ليت من اهو. ازاي بعملها؟ بعمل لاين كونسول 0 لو انتوا فاكرين باسورد، واديله الباسورد بتاعتي اهو اللي هو عايزه، وبعدين اقول له لوجن. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايزك تعمل للبريفليج باسورد انكريبتد سيسكو، يعني تروح للبريفليج وتعمل لها انكريبتد باسورد سيسكو. يبقى هنعمل اكزيت الاول ونقول له انيبل باسورد سيسكو اهي سيسكو. طيب عايزك تعمل انكريبتد يبقى انيبل سيكريت ITA secret SECRET. وبعد كده بيقول لك انا عايزك تشفر لي كل البلان باسورد، نعمل كوماند اسمه ايه سيرفيس باسورد انكريبشن. بعد كده بيقول لي انا عايزك تعمل ايه، انا عايزك تعمل بانر unauthorized access is restricted prohibited اهو. فنيجي نهوت على الراوتر بتاعنا ونقوم عاملين بانر message of the day وبعدين شباك وبعدين اكتب الرسالة بتاعتي وبعدين شباك اهو. طيب وبعد كده بيقول لي ايه، بعد كده بيقول لي الفيريفاي يعني خش جوه الراوتر واعمل اكزيت اكزيت وشوف يطلب منك الباسورد ولا لا، وشوف الرساله هتبان ولا لا. مش مهم ده خالص، هو بيهتم بس بالكوماندات بتاعه الكونفيجريشن مش كوماندات الشو. وبعدين بيقول لي سيف الرننج كونفيجريشن على الراني على ان في رام اهو. هعمل كنترول زد واقول له كوبي الكوماند بتاعنا من الرننج لمين، للستارت اب. وبيقول لي كمان يا ريت تعملها دي بونص، تسيف الستارت اب كونفيجريشن على الفلاش. ستارت اب كونفيجريشن يعني كوبي من الستارت اب كونفيجريشن تو ايه، تو فلاش. بس يا سيدي طالب حاجه تاني بعد كده؟ بس عايزك بقى تتشيك كده على اللي انت عملته وتشوف انت عملته صح ولا غلط. اهو هنلاقي فيه عندنا هنا في الاكتيفيتي، فين الاكتيفيتي؟ الاكتيفيتي شغاله عليك معاك ايه، في حاجه اسمها تشيك ريزلت اهو. ها احنا واحنا بنكتب نسينا بس نحط للراوتر ايه، هوست نيم. كان طالب مننا هوست نيم اكيد في المطالب واحنا نسيناها، فين طالبها فين اهو. لو جينا نشوف كده مع بعضنا بتاع ار 1 بتاع ار 1 فعلا اهو، بيقول لك ايه انتر وعايزك تعمل كونفيجريشن للراوتر ار 1 اهو. فنيجي اهوت على الراوتر بتاعنا ونعمل ايه كونف مسافه تي هوست نيم ار 1. طيب المفروض بقى سيف بعد كده عشان ار 1 دي تسيف معايا اهو. الاول اسيف التسييف العادي بتاعنا كوبي من الرننج الستارت اب، وبعدين هو كان عايز يخزن الستارت اب دي فين، في الفلاش. لو جيت بصيت كده دلوقتي وعملت التشيك ريزلت اهو، الاقي كل اللي انا عملته صح تمام. كان طالب منك 6 خطوات انت جبتهم، كان كل خطوه عليها تقريبا 8 درجات تمام. ده اول لاب عملناه كده مع بعض. لو في حد عنده اي اسئله انا معاكم. ها انتوا شايفين الخطوات صح ولا الخطوات فيها برضه ديلي؟ هو في ديلي في الصوره، تاخير في الصوره، تاخير كبير يعني. مظبوط. في تاخير كبير في الصوره وفي تقطيع الصوت.
هو اللاعب التاني دوت بيتكلم على مثلا تعالوا نشوف حاجه كده configuring initial switch setting ولا لا تعالوا نشوف configuring IP version 6 addressing احسن يعني اتقل شويه اهو طيب بيقول لي ايه في اللاب التاني ده نقفل ده خالص مش لازمه اهو بيقول لي بيقول لي يا عم انت قدامك اهوت الدنيا اكتف الاي بي فيرجن 6 على الراوتر يعني عايزك تخش تاكتف الاي بي فيرجن 6 على الراوتر هو انا باكتف الاي بي فيرجن 6 على الراوتر ازاي بالكوماند اللي اسمه اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتنج اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتنج يبقى انا هروح اهوت اقفل ده واروح على الراوتر بتاعي اهوت تمام اهو على الراوتر ار1 اهو وبعدين دبل كليك عليه وبعدين اروح على ار1 على سي لاي اهو وبعدين هعمل ايه هقول له انيبل كونف مسافه تي وبعدين اقول له اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج تمام انا كده ايه كده شغلت الاي بي فيرجن 6 على الراوتر طيب بعد المطلوب ده هو طالب ايه بعد المطلوب دوت هو طالب بيقول لي بعد ما تشغل الاي بي فيرجن 6 على الراوتر خش حط اي بي فيرجن 6 للجيجا 0 على 0 تمام هخش ازاي الاول هعمل ايه انترفيس جيجا 0 على 0 وبعدين اكتب اي بي فيرجن 6 ادرس هو عايز يحط لها اي بي كام عايز يحط لها الاي بي ده اهو حتى انا هاخده كنترول سي او كوبي وروح هنا كنترول في او كول او كليك يمين بيست يعني وبعدين انتر عايز كمان يحط الانترفيس دي لينك لوكال اي بي جديد اللي هو كام اهو اي بي فيرجن 6 ادرس لينك لوكال اهو ده بكنترول سي وبعدين يعمل ايه بيست اهو فيبقى الانترفيس لها اي بي حقيقي وانترفيس ونفس الانترفيس لها اي بي لينك لوكال اللي هو اف 80 اللي هو الابيبه وبعدين هنقول ايه هنقول نو شوت داون تمام طيب هروح بعد كده على ايه على الاكتيفيتي اهو بيقول لي والله كونفيجر اي بي فيرجن 6 ادرس للجيجا 0 على 1 عايز الراجل يعمل configuration الـ IP version 6 address للانترفيس التاني ويجيب الـ IP بتاعها منين من الجدول من فوق اهو واللينك لوكال بتاعها برضه هيبقى FE 80 طيب اعمل ايه؟ هاجي على الجهاز 0 على 1 كده واخد الـ IP ده كوبي واروح لمين؟ للراوتر بتاعنا اهو exit اهو انترفيس جيجا 0 على 1 تمام انا كده دخلت جوه الانترفيس اللي اسمها ايه جيجا 0 على 1 اي بي ادرس وبعدين هحط ايه هحط الاي بي ادرس اللي جبته اهو ها معترض ليه هو علشان انا نسيت هنا كلمه في 6 المفروض الكوماند اسمه ايه لو انا بحط اي بي فيرجن 6 اي بي فيرجن 6 ادرس وبعدين انتر وبعدين هنعمل برضو اي بي فيرجن 6 ادرس اف اي 80
نعمل له الأبيبة لينك لوكال. وبعدين نقول له نو شوت داون. هنا كده حطيت اي بي ادرس للانترفيس التانية اللي هي الجيجا 0 على 1. تمام. طيب بعد كده، بعد كده عايز ايه هو؟ بعد كده عايز ايه هو؟ بعد كده بيقول لي بعد ما عملت الجيجا 0 على 1 عايزك كمان تعمل ادريسنج للسيريال 0 على 0 على 0. ده ستيب 4. فهنخش على السيريال 0 على 0 على 0 ونجيب العنوان بتاعها منين؟ من التيبل اهو اهو. ونيجي نخش على الراوتر اهو، دبل كليك على الراوتر اهو، ونقول اكزيت انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 اي بي فيرجن 6 ادرس، ونديله الاي بي بتاعنا اهو. اي بي فيرجن 6 ادرس، واديله الاي بي بتاعي اهو. وبرضه هيبقى اي بي فيرجن 6 ادرس اف اي 80.2.1 اهو سلاش 64 طبعا. لا هو عايز دي يبقى لينك لوكال، يبقى ده لينك لوكال هي طبعا سلاش 64 مسافة لينك لوكال. اسف اهو لينك لوكال على طول، لينك لوكال بينكتب على طول اهو لانه معروف ان هو سلاش 64. طيب بعد كده عايز ايه هو؟ تعالى كده نشوف مع بعض. بعد كده عايز ايه هو؟ بعد كده في الستيب اللي بعد كده بارت 2 عايزين نحط الاي بيهات للسيرفرات، عايزين نحط الاي بي للسيرفرز. تمام. طيب تعالى كده نشوف ادي الاي بيهات بتاع الاجهزه وبتاع السيرفرز اهي. اهي السيلز، البيلينج، الاكاونتنج، الديزايننج، الانجينيرنج، الكاد. تعالى ناخدها كوبي كده ونحطها في النوت باد عندنا تبقى جاهزه معانا اهي اهي. دي بتاع الاكاونتنج او بتاع السيلز اهوت، وبتاع البيلينج اهو، وبتاع الاكاونتنج اهو. تعالى يا سيدي بقى، هو طالب ايه مننا؟ قال لك تروح على الاكاونتنج اهو على الديسكتوب. ده كلام ظريف. وبعدين اي بي كونفيجريشن اهو. ده احنا فين؟ انا على الاكاونتنج. فين الاي بي بتاع الاكاونتنج؟ اهو اهو. اشيل بس ال 64 دي واحطها فين؟ احطها هنا من غير ايه؟ من غير السلاش. طب والجيت واي هتبقى كلهم اف اي 80 لان انا حاطط دي كلينك لوكال اليوم كله اهو. خلاص انا خلصت كده الاكاونتنج، شيله بقى عشان ما تتلخبطش اهو. عايز اروح مثلا للسيلز اهو، ديسكتوب، اي بي كونفيجريشن اهو. فين النوبة بتاعنا اهو؟ فين السيلز اهو؟ اهو شيل بس ال 64 وروح حطها هنا، وهتبقى اللينك لوكال بتاعنا كام؟ اف اي 80.2.1. طيب هروح لمين؟ للبيلينج. فين الاي بي بتاع البيلينج؟ اهو سيبك من ده بقى خلاص، ادي الاي بي بتاع البيلينج اهو، ديسكتوب، اي بي كونفيجريشن اهو 64 اهو، اف اي 80.2.1 اهو. طيب عايزين كمان نحط اي بي لمين؟ للديزاين. خلاص يا عم اهو ديسكتوب اي بي كونفيجريشن، وهنيجي اهوت على الديزاين اهو،
وهناخد الاي بي بتاعه وبعدين اف اي 80 نقطتين نقطتين واحد. طيب الانجينيرنج هذا الاي بي بتاع الانجينيرنج اهو اهو. طيب الكاد اهو ديسكتوب هذا الكاد اهوت اهو. طيب هو انا ملاحظ بس ان السيريال دوت واقع تقريبا، احنا نسينا نحط له نو شوت داون. تعالوا نتاكد. نتاكد منين؟ كل الكونفيجريشن بتاعتك اللي تمت عندك على الراوتر بتتاكد منين؟ هو طبعا انا هنا وباين قدامي ان انا حطيت الاي بي وما عملتش نو شوت داون، تمام. بس لو انا في الواقع يعني وعايز اتاكد ان ما عملوش شوت داون ولا لا، بعمل شو مسافه رانينج كونفيج. الرننج كونفيج ده بيجيب لك كل الكونفيجريشن اللي انت كتبتها على الراوتر. شو مسافه رننج كونفيج وانتر، وروح للسيريال بقى بمسطره كده. فين السيريال؟ اهي اهي معموله ايه؟ معموله شوت داون. طب الحل اعمل ايه؟ ان انا اخش جواه كونفتي انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 ونقول له ايه؟ نو شوت داون. فهتلاقي تشينج ستيت تو ايه؟ تو اب اهو اهو. انا كده المفروض انا خلصت اللاب. تعال نشوف بقى احنا انجزنا قد ايه منه. تشيك ريزلت كده وبعدين اسسمنت ايتمز، فنلاقي اللاب بتاعنا كله صح اهو زي ما احنا ايه؟ زي ما الراجل كان عايز. كان مطلوب منك 30 حته، انت خلصتهم وجبت كام؟ 99. كان كل واحده عليها 3 درجات تقريبا او حاجه زي كده، تمام. انا معاكم لو في عندكم اي اسئله.